Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal ta'rif ma makna al-kalimah sejuk fi lughatil Indonesia. Sejuk, sejuk. Matlan hakata. Saya suka musim hujan karena udaranya sejuk. Saya suka musim hujan karena udaranya sejuk. Sejuk hiya al-darajatul hararah bainal har wal bard allati yumkinuka an tartah biha. Masalan, ana dhunnu sejuk hiya الدرجة تقريبا حوالي 18 19 أو 20 كذا أو تحت 20 هذا سجوك ممكن نرتاح في هذا الهواء في هذا الجو سجوك ولكن الكلمة سجوك في اللغة الماليزية هذا بمعنى البرد بمعنى البرد سجوك مثلا أنا أقول أوه هذا سجوك هذا سجوك بمعنى أوه أنا أحب هذا الهواء سجوك ليس البرد شديد ويعني أنا أرتاح بهذا الجو سجوك ولكن لو تقول في ماليزيا أو لو تسمع في ماليزيا الكلمة سجوك بمعنى هذا البرد إيه سجوك سنغان سجوك تعرف في لغة الماليزية الثلاجة الثلاجة يقولها يعني بطي سجوك بطي سجوك هذا المعنى صندوق البريد الصندوق البريد شكرا